شيخنا الفاضل، لدينا اتصال من الدكتور محمد عثمان غني الداعي الإسلامي والمحاضر بجامعة دكة ببنغلاديش. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، مرحبا، كيف الحال؟ وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير أيضا. بودي أسألك، ما هي المظاهر لديكم، مظاهر العيد، عيد الأضحى لديكم في بنغلاديش؟ هذا يعني وأنتم تعرفون ونحن نعرف، يعني في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد بمعنى الفرح والسرور، ونحن نستفتح هذا الفرح والسرور في هذا اليوم بالسجود لله سبحانه وتعالى، ثم يعني نبدأ بتهنئة المسلمين وبعضنا بعدا. جميل جدا دكتور محمد، كيف هي مشاعر المسلمين هناك لديكم في بنغلاديش وقد صليتم صلاة عيد الأضحى في هذا اليوم؟ نعم يا أستاذ، أنتم تعرفون أننا يعني نتأخر أحيانا، يعني يوم يعني بعد هذا، يعني حتى لم ما صلينا يعني عيد الأضحى. أنتم بسبب يعني فرق التوقيت ستصلون بعدنا؟ نعم. كم بقي على صلاة العيد الأضحى لديكم؟ يعني يوم، يعني قدر إن شاء الله بكرة. إذن أبلغوا كل المسلمين تحيتنا وسلامنا وحبنا وشوقنا إلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم من المملكة العربية السعودية. نعم. وأيضا يعني يسعدني أن أقدم لكم ولجميع المسلمين أخلص التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم والأمة مسلمة بخير والعزة. اللهم أمين. الدكتور محمد عثمان غني الداعي الإسلامي والمحاضر بجامعة دكة ببنغلاديش، شكرا جزيلا لكم ولكم منا وافر التحية والتقدير.